رقم واحد يقدموا التحدي ده. توقف كملت ايه هو هيكون التحدي النهارده يا جماعه؟ التحدي هيكون عباره عن التحدي بتاع مسلسل سكويد جيم. هو عباره عن اللعبه الثانيه من المسلسل اللي هو سكويد جيم. بيكنج سودا. يلا انت ناوي تعملي ايه؟ انا بعمل اللعبه بتاعت التحدي. انا شايف فيها حاجات سكر وحاجات غريبه كده. ايوه والله يا بصي لو عدتيها 100 مره ما حدش ما يعرف يتعلم. سهل اربع من المعلم. محدش عمل التحدي ده قبل كده ولا حد هيعمله. لحد دلوقتي يا جماعه مفيش حد مفيش قناه عربيه عملته. اول قناه عربيه القناه دي عملت التحدي ده. احنا هنقفلها يعني محدش هيعمل بعديها حاجه. تهيت تسيح. ايوه انا عايزه البيكنج صودا. لا ما حدش يكبها. يعني ده عباره عن سكر بس وبتسيحيه صح؟ ايوه. وبعد كده ثانية واحدة ما تحطش انت بتجيب صودا. ما تحطش معايا صودا يا نوش. ايوه اهو بس كده تجي نحط تقريبا نص لا لا خلاص نص الازازة. لا 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 اقل حاجة كتير هتتحرق وتحط رشة رشة يلا الورقة 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 بسرعة بس خليك ماسك الورقه ما تسيبهاش. ايوه عمليه تمت ولا لسه؟ تمت بنجاح بس دلوقتي الاشكال هنحط الاشكال. ايوه احنا دلوقتي خلاص صفيناها دلوقتي بقى بنعمل الاشكال قبل ما تنشف. الاشكال اللي احنا جايبينها المره دي صعبه جدا جدا كمان. لا هنعمل دي هات المثلث يا حسن. دلوقتي يا جماعه بعد محاولات مريره ان انا اطلع الاشكال بتاعه التحدي دي الحمد لله رب العالمين زي ما انتم شايفين كده انا ايه يعني على ما اجتهدت دي طبعا اتكسرت مني واكيد هم هياكلوها طبعا لان بيقولوا طعمها حلو انا ما دقتهاش بس بيقولوا. عملت بقى انا ايه الاثنين الصغننين دول اللي هي الدواير دي وعملت القلب ده وده كان اول محاوله عشان كده طالع زي ما انتم شايفين كده ودي اللي هي ايه شبه الورده كده تمام. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا حدي لكل واحد فيهم واحده اوكي وهيبتدوا ياخدوا الدبابيس دي ويحاولوا ان هم يفرغوا الشكل اللي في النص الشكل ده اما عايز يطلعوه مظبوط
واذا اتكسر منهم الشكل او ما طلعش مظبوط يخسروا. والعقاب هتشوفوه في الفيديو الجاي. العقاب بقى هيبقى ايه مش هقول طبعا دلوقتي، الا اخر الفيديو هقول لكم ايه العقاب وهصور لكم فيديو العقاب. جاهزين؟ يلا تعالوا معايا. المتسابقه الاولانيه يا جنى، غمضي عينك يا جنى. احنا نعمل العقاب على قناه محمد وشيماء. هنعمل العقاب هتلاقوه على قناه محمد وشيماء، لما انزلوا في الديسكربشن هتلاقوا القناه موجوده، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تشوفوا العقاب. يلا اول متسابقه جنى، تاخدي في ايدي اليمين ولا في ايدي الشمال؟ الشمال. متاكده؟ اخدت الشكل ده يا جماعه بتاعي. يا عيني بقى كنت منمره على حاجه ثانيه. كانت عايزه الدايره، كانت عايزه اكتر واحده. هي ده مش هتتضايق دلوقتي ده. اوكي غمض عينك. لا شيل ايدك وغمض عينك بس. انا غمضنا عينك. لا مش بودي هتختار ايدي يمين ولا الشمال؟ اختار اليمين على طول. يمين ماشي. جعلنا من اهل اليمين فتح عيني. عشان كده اخترتها. ايوه كده اختار يمين يا حسن. ليه خد السلاح بتاعك. ايوه ما تبدأش، استنى يا رب. لا غمض. غمض. شيل ايدك. ده الغش. غشاش كبير. رقبوه. لا هو مش عارف يغش. ها تختار اللي في انهي ايد يا حسن؟ الشمال. الشمال متاكد؟ متاكد. افتح عيني؟ افتح. يا عيني يا جنى. يعني انت الوحيده اللي كنت عايزه اصغر واحده، بقيت انت اللي خدتي اكبر واحده. خد يا حسن. ايوه ما عملتش حاجه واحده على فكره، دي مظبوطه لوحدها. وبالرغم من ان جنى كان حظها انها اخذت اكبر واحده، الا انها ما يأسيتش ودخلت التحدي بكل حماس، وبدا التحدي وكل واحد فعلا اخذ الجزء بتاعه وبدا يشتغل. في حاجات اتكسرت لوحدها وفي حاجات تانية كانت محتاجه مجهود، بس كلهم كانوا متحمسين جدا وكل واحد كان بيغش من التاني، بس كل واحد كان بيحاول ان هو يكسب في النهايه. طبعا كلهم كانوا خايفين من النهاية ان كل واحد ياخد عقاب قوي جدا، علشان كده كل واحد كان بيخلي باله جدا. وكان بودي اول واحد خلص زي ما انتم شايفين، بعديه على طول حسن. الاتنين خلصوا اول ناس واتبقت جنى. احنا خدنا منهم طبعا الحاجات اللي هم خلصوا عشان نقارنها. اتبقى جنى لان كان نصيبها انها واخده القطعه الكبيره. جنى طبعا تعبت قوي علشان الحاجه بتاعتها كانت كبيره جدا، بس في النهايه خالص هي خلصت وقدرت فعلا انها تحقق الهدف. بس هل هي حققته مظبوط؟ هل طلع الشكل مظبوط ولا مكسور؟ انتوا اللي هتقولوا الكلام ده في الكومنتات، انتوا اللي هتقيموا وتشوفوا مين فيهم اللي حقق مظبوط ومين فيهم اللي نجح في التحدي. يا جماعة لو عجبكم التحدي اكتبوا لنا في الكومنتات، ولو عجبكم التحدي ده انا ممكن اعمل لكم تحدي اكبر منه، هعمل لكم اكبر حلوة تلجونة ونفرغها كلنا مع بعض. لو عايزين التحدي ده اكتبوا لي في الكومنتات وانا هعمل لكم التحدي ده قريب جدا. والعقاب لما تكتبوا في مين فيهم اللي كسب ومين فيهم اللي خسر في الكومنتات، هنعمل العقاب والمكافأة في فيديو لوحده وهنعمله على قناة محمد وشيماء. يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير وكومنتات كتير، واعملوا فعلوا الجرس، احنا بنحبكم جدا جدا، انتوا عائلتنا الكبيرة اللي منستغناش عنها واحنا جزء منكم. وما تنسوش تنزلوا تحت في الديسكريبشن هتلاقوا قناة محمد وشيماء جديدة، اعملوا عليها سبسكرايب وشير وفعلوا فيها الجرس، وكمان الانستجرام ادخلوا على الصور والحاجات الجميلة اللي فيه، احنا بنحبكم جدا جدا، انتوا عائلتنا الكبيرة اللي منستغناش عنها. ودلوقتي جه اخر الفيديو هنقول لكم فيه ايه. مع السلامه.